هنتكلم النهاردة عن مؤتمر المحامين العرب المنعقد في تونس في الفترة من 15 إلى 17 مارس القادم، وعنوان المؤتمر المحاماة وحماية قضايا الأمة تحقيقا للعدالة. حقيقة تخلل المؤتمر ده 9 لجان، إحداهم أنا بأشرف برئاستها لجنة الحريات وحقوق الإنسان، وفي لجنة الوطن العربي، وفي لجنة العلاقات الخارجية، وفي لجان ولجنة الشباب، ولجان كثيرة، ولجنة المهنة، وكل يعني لجان كثيرة جدا في المؤتمر. احنا عايزين طبعا اكبر عدد من المحامين يكونوا حاضرين مؤتمر اتحاد المحامين العرب المنعقد في تونس، لكن طبعا التكلفة تكلفة جديدة. فالحقيقة معانا النقيب، خلانا تقدمنا بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لعمل تخفيضات في الطيران إن أمكن، ولسه طبعا ما ردتش علينا رئاسة مجلس الوزراء، عشان عايزين يبقى أكبر قدر من المحامين معانا عشان نخفض التكلفة للمحامي ونخليه يسافر معانا المؤتمر. احنا ما بنقولش مين يسافر معانا المؤتمر، لكن السفر مفتوح للجميع، اللي يحجز يقدر يسافر ويروح الاتحاد بيدفع رسم الاشتراك ويقدر هو بيجيب الفيزا او يسافر. لكن احنا كنا عايزين نعمل طيارة خاصة على اساس تاخد الوفد المصري كله، ويبقى ده فيه فرصة لكل المحامين اننا نلتقي باخواتنا في الوطن العربي من كل البلدان العربية. الحقيقة انا مقدم ورقة عمل في لجنة الحريات وحقوق الانسان، وعنوان الورشة تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وموقف الدول العربية منها. ايه تطبيق؟ انا عايز بس اشرح القصة الاول. ايه تطبيق الاتفاقات الدولية؟ في بعض البلدان زي مصر موقعة على اتفاقات دولية، فأنا عايز أطبق اتفاقيات الدولية اللي أنا وقعت عليها وكنت طرف فيها، عايز أطبقها قدام القضاء المصري، عايز أطبقها قدام القضاء الوطني، أقول له بعد إذنك المادة كذا بتقول كذا، فأقول له كمان وأنا بترافع إن الاتفاقية رقم كذا الموقعة عليها مصر وطرف فيها بتقول كذا كذا، فأحكم بما داخل الاتفاقية، خاصة وأن الدستور المصري قال الكلام ده في عدة مواد منه، قال إن احنا ملتزمين بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية اللي أبرمتها جمهورية مصر العربية. يبقى أنا النقط البحثية ورقة فيهم الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وآليات حمايتها وموقف الدول العربية منها، وحطيت محاور يقدر الشخص يعني يبحث فيها. المحور الأول نبذ عن التطور التاريخي لنشأة صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، واستعراض سريع للحقوق المضمونة بموجب تلك الصكوك. النبذة الثانية عن آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات. ونبذة عن آليات الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان العربية. والورقة الثانية تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان أمام القضاء الوطني في الدول العربية. على أن يكون من بين محاور تعرض لها الورقة محورين: طرق التعبير عن الالتزام بالمعاهدات الدولية والمتطلبات القانونية والدستورية لإبرام المعاهدات في الدول العربية، علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي، ودراسات حالة لاتجاهات بعض الأنظمة القانونية، نماذج لاتجاهات بعض المحاكم العربية في تطبيق معاهدات حقوق الإنسان. الحقيقة دي الورقة البحثية دي راحت لكل البلدان العربية، وأنا عرضتها في مصر هنا على الفيسبوك وفي موقع النقابة، هتنشر في موقع النقابة بالورقة على أساس اللي يقدر يعمل ورقة بحثية. طيب إذا شخص ما قدرش يعمل ورقة بحثية في هذا الأمر ولم يتدارك قصة حقوق الإنسان والحريات بيعمل إيه؟
انا الموضوع ده هحطه في فلاشه، فلاشه حقوقيه هتكون لها السبق في العمل الحقوقي، وهتكون مع كل الكيانات الشبابيه. مفيش كيان شبابي مش هياخدها، يعني ديجيتال لو، فيوتشر لو، شباب بلا قيود، وهكذا. مش هنسيب حد الا لما يكون معاه الفلاشه الحقوقيه، مش تبقى مقصوره على حد. الفلاشه الحقوقيه الحقيقه هيبقى فيها نوع من انواع هذا الزخم وهذا الشرح وهذا المنطلق الجديد، ان انا اطبق المعاهدات الدوليه اللي وقعت عليها بلدي ووطني على امام القضاء الوطني. انا بقول القضاء الوطني، ما قلتش القضاء المصري، انا بتكلم على كل الدول العربيه. باذن الله تبقى مؤتمر ناجح، مصر رائده المؤتمرات القوميه العربيه، خاصه واني معالي النقيب سامع عاشور هو نقيب جمهوريه مصر العربيه ورئيس اتحاد المحامين العرب. والحقيقه ان انا هو بصمه في اتحاد المحامين العرب في كل مكان في الاتحاد، له بصمه كبيره جدا، هو تقريبا بيبقى قائد سفينه الاتحاد مع الامين العام ومع النقباء الدول العربيه، ولكن الحقيقه هو بيبقى له دور فعال في كل حاجه سياسيه او غير سياسيه، له مواقف سياسيه. يعني اليومين اللي فاتوا دول كان في زياره مع اتحاد محامين العرب، كان قاعد مع الرئيس السوري، والرئيس السوري شرح ابعاد الموقف الاخير، ووجدت النقيب في كل مكان يدافع حاليا عن سوريا في ذات التوقيت اللي في يوم من الايام كان موجود في سوريا ولم يقابل رئيس الجمهوريه فيها، ولكن دلوقتي حس ان اسرائيل ضد سوريا، امريكا ضد سوريا، داعش ضد سوريا، فكان لابد ان يقف بجواره لانه هو وطني، وانه رئيس لكل الاتحاد، والاتحاد ده متكون من نقابات الدول العربية. بإذن الله أنا بدعو الجميع إلى السفر إلى هذا المؤتمر، وبإذن الله يكون مؤتمر ناجح، ويكون مؤتمر له قيمة كبيرة في ظل رئاسة السيد النقيب لهذا الاتحاد. الحقيقة إن إحنا في مفترق طرق، يعني إحنا لسه واخد بالك ما طبقتش التطبيق حقوق الإنسان التطبيق السليم، طب ما طبقتش حقوق الإنسان تطبيق سليم في بلاد الخارج. فأنا برضو دول أغلبها دول نامية، وأنا لسه مسألة حقوق الإنسان مش مسألة متجذرة وقديمة، وإن كانت قديمة لكن تطبيقها عايز مرونة من الدول، عايز مرونة من الحكومات، عايز مرونة من الرؤساء، فدي عايزة برضو مجهود عشان أطبق كل كلمة. لكن أنا يكفيني أني جمهورية مصر العربية في دستور 2014 اللي كان أستاذ سامع عاشور إحدى قيادات هذا الدستور، نص خاص أني مصر تحترم كل اتفاقية دولية، تحترم كل معاهدة دولية وقعت عليها في دستور مصر، وده حاجة كبيرة. الدستور ده هو يسموه أم القوانين ولا أبو القوانين، يعني هو كل الجامع المانع، زي ما حطوا مادة حماية نقابة المحامين والمحامين في الدستور، برضو اتحطت المعاهدات الدولية في الدستور. فمصر برضو بإذن الله تنعم بحرية وتنعم بتنفيذ حقوق الإنسان ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة، ما نقدرش نقفز مرة واحدة، ولكن احنا بدأنا بلجان حقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان في اتحاد المحامين العرب، برضو بتحض الحكومات والرؤساء على تطبيق حقوق الإنسان السليمة وقواعدها ومبادئها في البلاد، عشان نقدر نقول ان في مصر في حرية، ان في لبنان في حرية، ان في سوريا في حرية. بإذن الله يجي في يوم من الأيام ونقول ان الدول العربية كلها فيها منفذ فيها حقوق الإنسان.